هل يجوز للفتاة أن تشترط على خاطبها عدم التعدد مطلقا أو عدم التعدد بدون مبرر على الأقل؟ ذكر العلماء أن لها ذلك، لها أن تشترط عليها لا يتزوج عليها، لها أن تشترط عليها لا يتزوج عليها، فإن تزوج عليها فلها خيار، ما يحرم عليه الزواج لكن لها شرطها. النبي عليه السلام قال المسلمون على شروطهم، وقال عليه الصلاة والسلام إنها حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الخروج، وقال عمر مقادر الحقوق عند الشروط، فإذا شرط عليها لا يتزوج عليها فلها شرطها، فإن صبر به وثبت عليه فهي زوجته، وإن أبى وأراد الزواج فلها خيار، إن شاءت بقيت وإلا فسخ نكاحها منه عملا بالشرط. قال عبر الشيخ الشرط هنا أليس غير مشروع، يعني ناقض الإباحة التي يبيحها الإسلام لما حرمت عليه، ما به تزوج عليه، فهو إن شاء يعني كأنه شرطها غير إن شاء قبيل وإن شاء رد ذلك وترك ذلك، لا ما يخالف ما يفعل حد يكون سبب له غاض، لا هذا حق له، حق له إذا طلبته فلا هذا عليه، وهو مخير إن شاء قبيل وإن شاء ترك، هو ملزم به إذا استرد حتى ولو بعد العقد، لا هو الخيار. نعم.